هذا مشروع يعني استراتيجي، الندرة ديال المياه، المشاكل ديال المياه الجوفية، مشروع اللي عطاه انطلاقة صاحب الجلالة ديال التحلية ديال المياه اللي غادي يصلح الماء الصالح الشوب الكونت اكادير، وكذلك الماء ديال السقي اللي هو في المنطقة ديال الشتوكة، واللي هذا النهار ان شاء الله بغينا تكون البداية ديال واحد الحملة تحسيسية للاكتتاب، باش الفلاحة يدخلوا في هذا المشروع ويكتتبوا، وباش تنطلق الأشغال عما قريب إن شاء الله. وهذا الشيء غادي يخلي أنه إن شاء الله غادي توجد 174 مليون ديال المتر مكعب، يعني في الأفق ديال هذا البرنامج بلي ينتهي، ونحاولوا نقصوا من هذاك لو ديفيسيت اللي هو كاين، مع العلم أنه هي منطقة وجهة نموذجية فيها أكثر من 90,000 هكتار، اللي هي اليوم فيها يعني كلها الجوتا جوت، ومازال كاينه 20,000 غادي تكون من 2020، وغادي تكون 100% من البيريمتريكي كلها إن شاء الله بالجوتا جوت. إذا الفلاحة قايمين بواحد الواجب، وكذلك يعني الدولة ستقوم بواجب كبير باش تعمل هذا الاستثمار اللي هو استثمار كبير.